أكاديمية الألحان بإيبرشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا تقدم لحن في كبسولة، لحن أطاي بارثينوس المعلم زاهر اندراوس. انت بنيوت الطيوت مارشي ارمس البابا اغطى وادرس من بنيوت الابسكوبوس اغا بولوس ابشو اليسوني ماس اوثيوس و باتيرو بانتوكرا توربانا جيتريس اليسوني ماس تشوي سنتيني بوم. ارحمنا يا الله الاب لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضاقتنا سواك. نسجد لك ايها المسيح الهنا مع ابيك الصالح والروح القدس لانك قمت وخلصتنا. امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفانا اعطينا اليوم، اغفر يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. اولا برحب بكم كلكم حبايبي، وباسمكم كلكم برحب بالمعلم زاهر اندراوس، واحنا نعرفه من زمان، كان الانبا مكاري والانبا رفائيل، بنتشرف بيه في دير البراموس، وهو يعني محب لان هو يعلم الالحان. هو طبعا هو المعلم المسؤول عن كنيسه حاره السقايين في وسط البلد تبع سيدنا انبا رفائيل، وهو كمان بيدرس بيسلم القداس بمعهد الالحان في الاقصر واسوان، وكمان هو مدرس الحان في اسقفيه الشباب، وبيدي كمان في مهرجان الكرازه. مرحبا بك يا معلم، واحنا فرحانين جدا 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 بان انت وسطينا وبتعلمنا. و المعلم زاهر بالرأي يعني بجانب ان هو بيحمل صوت ملائكي، فهو شخصية طيبة جدا جدا جدا، راجل متضع وطيب، ويمكن كثيرين مننا يعني ما يعرفهوش، انا عارفه شخصيا، راجل طيب قوي 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 ومحب، وانا هسيبكم تتعرفوا عليه اكتر واكتر. هو كمان بيحب، روحه طيبه جدا جدا، فاهلا بك يا معلمي، ونورت كندا كلها وطن سيدنا، ويعني بجد شكرا جدا لنيافك يا سيدنا، اديتنا الفرصه للخدمه الجميله دي. تعيش يا معلمي، احنا اللي فرحانين ان انت تبقى وسطنا، تعلمنا وتعلم ولادنا، علشان انا تملي بقول لهم ان الالحان والتسبيح ده وظيفه الملائكه، فاحنا عندنا كروب كبير اهو المعلم زاهر نتعلم منه. تعيش حبيبي، نتعلم منه، واحنا متشكرين يا معلم ان انت بتشترك معانا كده في تعليم ولادنا الالحان الجميله، لان احنا هنا برضو عشان نعرفك، احنا في شرق كندا عاملين اكاديميه للالحان للشباب الصغير والناس المتوسطه العمر والناس الكبار. الناس الكبار ما بنقولش العواجيز، بنسميهم الشباب فوق الستين يعني، فربنا يخليهم لينا. احنا ابرشيتنا بتتميز ان هم الشباب حابب قوي 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 الالحان، عندنا ربنا يحافظ عليهم خوارس في كل الكنائس، حافظين ليفلز كتيره يعني، من مبتدئ ومتوسط والحان كبيره قوي قوي، فيفرحوا القلب. فاحنا فرحانين ان انت كمان تبقى وسطنا وتدينا اللحن النهارده.
ويا ريت يا معلمي يبقى على طول كده تبقى معانا وتشترك معانا على الزوم وتعلمنا من التريجرز، من الثروة الكبيرة اللي انت واخدها من الكنيسة. اهلا بك يا معلمي. ايش يا سيدنا، ربنا يديك طول العمر وخليك لينا سيدنا. ويعني هو دايما المكان اللي بيبقى متميز بالالحان عشان الراعي والمسؤول عنه، ان الدير عند الله تعيش. البراموت ايوه صح والبراموت كل صح من غير تعصب. اه صح يا معلم. ما انا واخد بالي سيدنا، ما انا ابويا ربنا براموتي يخليك. برضه. اهلا بيك يا معلمي، اهلا بيك يا معلمي. وإذا كان يعني المنطقة والأبروشية عند يافتك بيحبوا الألحان ده عشان دنيافتك بس اللي زرعت فيهم المحبة دي. تعيش يا معلمي، تعيش. ربنا و يعلمونا تعيش يا سيدنا معلم. وتدينا الفرصة دي للخدمة ونتعلم منكم إزاي نخدم. يديك الصحة والعمر وتبقى وسطنا دايما يا معلمي. وأنا حبايبي أنا فرحان جدا باللي أنتوا بتعملوه، أنا حقيقي وفخور، يعني فرحان وفخور جدا جدا بالأكاديمي اللي هي وذين ما كملتش، يعني لسه ما كملتش، يمكن 3 أشهر، 3 أشهر كتير يعني ما كملتش، ومن مجد لمجد. وده دلالة على زي ما أنا بقول على حبكم جدا للألحان. الحاجة اللي تفرح إن الولاد الصغيرين دلوقتي كل ما بقابلهم يقول لي يا سيدنا أسمع لك اللحن الجديد اللي اسمع اللي بتعلمه، لدرجة كنت في الريتريت سنتر الأسبوع اللي فات، فكان في حد جاي يعمل كده انسبكشن على المكان ويرفع المقاييس وكده بتاعت البيلدينجز، فابنه بيقول لي استنى انا هقعد جوه عشان عندي حصه دلوقتي وبعد كده اسمع لك اللي خدته في الحصه. فحاجه مفرحه جدا، فربنا يبارك في خدمتكم يا حبايبي. وكويس قوي ان انتوا جبتوا لنا الراجل الطيب ده معلم زاهر، ويبقى منور كده ونتعلم منه. اهلا بك يا معلمي، وتفضل يا معلم، اتفضل يا معلم. صلواتك بإذن الله وأسرتي وأولادي. يحفظك المسيح ويبارك في خدمتك يا معلمي. تعيش. ربنا يخليك لينا سيدنا على تشجيع نيافتك. العفو حبيبي، يحفظكم المسيح حبيبي، يحفظكم المسيح. تفضلوا حبيبي، تفضلوا. تعيش ابوي، تفضل. اهلا بيكم بنعمه ربنا وتحت رعايه سيدنا. احنا بدانا فكره جديده في اكاديميه الالحان اونلاين، اخترنا لها اسم لحن في كبسوله. الفكره باختصار ان احنا ندعي المعلمين الموهوبين من مصر زي المعلم زاهر كده عشان يعلمونا لحن في محاضره واحده. احنا كده عشان كده سميناها كبسوله الالحان، يعني حاجه سهله وتتاخد وتجيب نتيجه فعاله في وقت قصير. احنا وصل لنا 177 تسجيل، طلبنا من الاسر انها تقعد مع بعض عشان يدوا فرصه لناس تانيه تدخل وتعمل لوجن. انا حابب اقول قبل ما المعلم يبدا ان احنا هنسجل المحاضره، حضرنا لكم برزنتيشن هيبقى موجود مع المعلم وهو بيحفظ اللحن. اتمنى انه يعجبكم وكلكم تتابعوا منه. اتفضل يا معلم. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين حبايبي، وأهلا بيكم. أنا اسمي زاهر اندراوس اللي ما يعرفنيش، خدام كنيسة الملاك جبريال حرب السقايين كنائس وسط البلد تبع سيدنا أم رفائيل، وكان لي البركة والشرف أن أخدم مع أسطوفية الشباب مع سيدنا الأنبا موسى وأم رفائيل حوالي 20 سنة كده أو أكتر، وفي خدمة لجنة الألحان ومؤتمرات الألحان ومؤتمرات الأباء الكهنة ومهرجان الكرازة وكل ما يخص نشاط الألحان في الأسقفية يعني. وبجد بشكر سيدنا أنبا بولس، بشكر دكتور أشرف وبشكر بشوي بجد على الفرصة الجميلة دي إن إحنا نشترك معاكم وناخد بركتكم يعني. النهاردة هنحفظ مع بعض كده بسرعة لحن للست العذراء من الألحان الجميلة، ألحان التمجيد، اسمه لحن أتاي بارثينوس. أتاي بارثينوس دلوقتي يعني أستاذ بشوي أو دكتور أشرف هيعمل لنا سكرين شير للحن البرزنتيشن، هتلاقيه بأكثر من لغة، بالعربي وبالإبتي وبالإنجليش وبالفرانكو، لكل اللي يقدر يستوعب بأي لغة يعني أو بأي وضع. أتاي بارثينوس من الألحان الجميلة، ألحان التمجيد،
من الألحان العامة للعذراء، ينفع تتصلى في أي وقت وفي أي عيد من أعيادها. أطيب أرثينوس نصليه بعد السنكسار أو ممكن نصليه في التوزيع. فكرة اللحن بصراحة جميلة قوي. هو يعني اللي ألف اللحن ده أو اللي صاغ اللحن هو عامل زي مقدمة، وبعد كده كأن داود مسك الأوتار بتاعته أو الآلة الوترية بتاعته وبيعزف للعذراء مريم. فهي اللحن كله عبارة عن 10 آيات نبوات على عذراء مريم، كل آية بيسميها وتر. الوتر الأول بيقول كذا، الوتر الثاني بيقول كذا، وكلها آيات من المزامير عن الست العذراء. فهو لو حفظنا وتر واحد حفظنا بقية الأوتار. فهو لحن مركب بسيط كله يعني مازورة واحدة، نركز في المقدمة والوتر الأول ده أهم حاجة عندنا. اللحن بسيط سيمبل جدا وجميل. يلا مع بعض الكلمات بتقول ايه؟ أتاي بارثينوس، أتاي بارثينوس، تشي ان او تايو ام فو او. تاني، أتاي بارثينوس، تشي ان او تايو ام فو او. تاني، أتاي بارثينوس، تشي ان او تايو ام فو او. ناخد الجملة دي ونقول مع بعض، كل واحد طبعا قدامه اللي عايز يبص على البرزنتيشن ماشي، اللي قدامه الكتاب بتاعه الخاص ماشي، وركز عينك على الكلمات وودنك معايا، وكلنا نعمل انميوت للمايك ونقول قول ورايا كأنك قاعد في الحصة يعني. أتاي بارثينوس، تشي كمان، أتاي بارثينوس، تشي كمان، أتاي بارثينوس، تشي. شوف النغمة اللي في بارثينوس، بارثينوس، تشي. تاني، أتاي بارثينوس، تشي كمان مرة، أتاي بارثينوس، تشي. نزود كلمتين، إن أوتايو كمان، إن أوتايو مرة تاني، إن أوتايو. نضمهم على بعض، أتاي بارثينوس، تشي إن أوتايو. تاني، أتاي بارثينوس، تشي إن أوتايو كمان. شاطر شاطر، اللي بتقول معايا شاطر. أتاي بارثينوس، تشي إن أوتايو. الله 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 الله، كمان مر، أتاي بارثينوس، تشي إن أوتايو. بس نستأذنكم بقى نقفل المايكات كلها، نعمل ميوت للكل عشان الصوت يجي متأخر. معلش يا معلم، أنا عملت ميوت خلاص، اتفضل. طيب تمام، بس لا حلو حلو، الناس المتفاعلة دي جميلة. يلا نقول آخر مرة، أتاي بارثينوس، تشي إن أوتايو. نقول آخر مرة مع بعض، كل واحد من مكانه، يلا. أتاي بارثينوس، تشي إن أوتايو. الكلمة اللي جاية إم فو أو، شوف بقى اللي جاية إي إم. كم واحدة دول؟ دول ثلاثة، والثالثة معاها الإم. إي إم كمان، إي إم تاني، إي إم كمان، إي إم واحدة تاني، إي إم فو أو فو أو.
قولوا تاني فوق يبقى ام فوق تاني ام فوق قولوا مرة كمان ام فوق صعبة؟ يلا نقول مع بعض بقى. أطاي بارفينو سيتشي إن أطايو إم فوقو كمان أطاي بارفينو سيتشي إن أطايو إم فوقو تاني أطاي بارفينو سيتشي إن أطايو إم فوقو سهلة؟ يلا اسمعها منكم بقى كل واحد من مكانه واي سناف شوم أطاي بارفينو سيتشي إن أطايو تمام نكمل الجملة الثانية أختها يعني الجملة اللي جاية دي هتثبت اللي خدناها يلا اعرض يا أستاذ بجوي أعطاي شيليت أعطاي شيليت مع بعض أعطاي شيليت بدل أعطاي بارثينوس استبدلنا بارثينوس بشيليت العروس أعطاي شيليت تشي تشي إن أو 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 خلي بالك من الكلمة دي إن أو 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 الأولى والثالثة مقفولين والثانية مفتوحة أو 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 تاني أو 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 تاني أو 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 تاني أو 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 يبقى أعطاي شيليت تشي إن أو 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 إم فو إيه اللي اتغير في الجملة اللي فاتت عن الجملة دي أو الجملة دي عن اللي فاتت أطاي زي أطاي بارثينوس بقت شيلي تشي زي تشي إن أو تايو بقت إن أو 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 يعني كلمة تايو بقت أو أو وإم فو هي هي يبقى هم جمل كلمتين أو ثلاثة اللي اتغيروا ونفس الجملة أعطاي شيليت تشي إن أو 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 إم فو أو طيب هفكركم بالجملة اللي فاتت عشان نطبق عليها دي أعطاي بارثينوس تشي إن أو تايو ام فو يعني نفس القصة هنقول ايه بقى اطاي شيليت تشي كمان اطاي شيليت تشي تاني اطاي شيليت تشي تاني أطاي شيليت تشي تاني أطاي شيليت تشي دي زي إيه المقابل بتاعها أطاي بارثينوس تشي هنا بقى بقت إيه أطاي شيليت تشي تمام اللي فوق كانت إيه بقى إن أطايو هنا هتبقى ايه ان او او كمان ان او او تاني ان او او زي ان او طايو ان او او ونكمل بنفس الجمله
A, M, four, O, ten. A, M, four, O. يبقى نقول الجملة الثانية بعد. أطاي شلتشي إن أو 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 إي إم فو أو تاني أطاي شلتشي إن أو 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 إي إم فو أو. تيجوا مع بعض نقول الجملتين والمايكات مقفولة برضو، كل واحد يقول من مكانه معايا يعني. يلا. أطاي بارثينوس اتشي إن أو طايو إي إي إم فو أو. أطاي شيليت اتشي N O O E E M F O U. إيه الأخبار؟ تاني. أطاي بارثينوس إتشي إن أو طايو إي إي إم ف أو. أطاي شليتشي إن أو 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 إم ف أو. مين يسمع الجملة دي؟ واحد بس. يلا نشوف بقى إيه، إحنا بنعرف نوصل المعلومة ولا لأ؟ اللي حاب يشترك ممكن يرفع ايده، لو فتح الكاميرا يرفع ايده فيزيكالي، او يرفع يعمل كليك يمين على اسمه ويرفع ايده. يلا نشوف بس ايه الناس متفاعله ولا لا، او بنقدر نوصل مع المعلومه واصله ولا لا، وهنكمل. شكرا. بس سؤالي يا مسؤوليني، بتقول هي وابنها يا معلمي، عشان احنا في عائلات مع بعض. ما انا فاهم. لا هو السؤال، انت كنت يعني حافظة قبل كده ولا اول مرة؟ انا اول مرة اسمع، يعني ما سمعتوش قبل كده خالص. مان طيب، هاي جميل. جميل يعني، ربنا يخلي. طب يلا نكمل مع بعض. يلا نقول اخر مرة كل واحد من مكانه والمايكات مقفولة وهنكمل بقى. أطاي بارثينوس اتشي إن أو طايو إي إي إم فو أو. أطاي شيليت اتشي إن أو 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 إي إي إم فو أو. نكمل مع بعض الكلمات. ثاي ثاي بث، ثاي اتقل، ثاي اتقل، خيل هان اشتاتي، ثاي اتقل، خيل هان اشتاتي، ان ييب ييب يه يه به، ان ييب ان نوب. نقول تاني. ثاي اتقل، خين هان اشتاتي، ان ييب النوب. تاني. ثاي اتقل، خين هان اشتاتي، ان ييب النوب. تاني. ثاي اتقل، خين هان اشتاتي، ان ييب النوب. ناخد كمان الجملة اللي بعديها عشان ما نوقفش كتير. اس سل سول، اس سل سول، خين أوثو إنريتي، إس
سيل سول خين أوثو إنريك. يبقى فاي إتجلح خين هانشتاتي إن ييب إنو. إس سيل سول خين أوثو إنريك. والحد هنا دي اسمها المقدمة، مقدمة اللحن. يعني ده الجزء المختلف اللي جاي كله هيبقى مزورة واحدة وبتتكرر. فايت قل خن هانشتاتي تاني، فايت قل خن هانشتاتي قولوا مرة تاني معايا. فايت قل خن هانشتاتي كمان، فايت قل خن هانشتاتي آخر مرة. فايت قل خن هانشتاتي نجيب إنيب. واخد بالك رايحة جاية ما فيهاش هزات كتير، واحدة يعني واحدة تروح والتانية تيجي. إنيب إنو، ونوب بتقفل بتلات نو. فايت قول خن هانشتاتي نو تاني. فايت قول خن هانشتاتي نو تشبه ألحان البابا والأسقف، يا غابي وبمضغار والحاجات دي. تاني فايت قول خن هانشتاتي نيب قولوا مرة تاني معايا علشان نحفظ. صايت قول خن هانشتاتي ولوحديكم بقى كل واحد من مكانه، بس برضو المايك مقفول. يلا طايت انا سامع ما تقلقش. يلا مع بعض فايت قول خن هانشتاتي نيب إنو. تيجوا نضمها على اخواتها. يلا انا هفكركم بيهم بقى من الاول اللحن، اللي عايز يقول معايا يقول والمايك مقفول برضو، واللي عايز يراجع ويسكت يسكت. أطاي بارثينوس تشي إن أطايو إم فوقو أطاي شلتتشي إن أوقو إم فوقو. فايت قول خن هانشتاتي نيب إنو. تاني الجملة الأخيرة دي فايت قول خن هانشتاتي نيب إنو. يلا ناخد الجملة الأخيرة بقى. إسل سول خن أوثو كلهم فلات. إسل سول خن أوثو كمان. إسل سول خن أوثو خلي بالك خن أوثو
يبقى السل صلخن أوثو إن ريتي إن ريتي ري الري عليها اثنين يطلعوا وتي واثنين يريحوا قوي إن ريتي قولوا تاني السل صلخن أوثو إن ريتي كمان السل صلخن أوثو إن ريتي قولوا تاني السل صلخن أوثو إن ريتي كمان السل صلخن أوثو إن ريتي يلا نضمها على الجملة اللي قبلها بس اللي هي فايت جول فايت جول خن هانش تاتني بدون السلسل خن أوثو إن ريتي تمام يلا نفكر بعض بقى ايه من الأول آتاي بارثينوس اتشي إن أوتايو إم فوء آتاي شلتتشي إن أوو إم فوء فايت قول خنهانش تاتني بلو السلسل خن أوثو إن ريتي إيه الأخبار؟ في حد ممكن يسمع غير مسئليني؟ يلا عايزين تجربة تانية بقى أشرف ممكن تختار حد؟ نيفين؟ أحاول يعني معقول معقول السل صلخن أوثو تاني السل صلخن أوثو كمان مرة معايا وقفلوا المايكات السل صلخن أوثو إن ريتي قولوا تاني إن ريتي الري نزقها ريتي والتي تيجي راجعة إن ريتي بس بتروح بسرعة وترجع بالراحة تاني السل صلخن أوثو
انريتي. يلا نقول اخر مره من الاول ونبدا بقى ندخل في الجد. اتاي بارثينوس اتشي ان اوتايو ام فو اتاي شليتشي ان او او ام فو فايت بول خينا هانش تاتيني بنو السلسل خين اوثو ان ريتي. دي مقدمة للحن. اللي جايين بقى هم الآية بقى. يقول ايه؟ A David Kim M B Shorb N Cap داود حرك الوتر الأول N T Tef Kisar N T Tef Kisar F O Shivol F Go M Mos جبه A David Kim ام بي شرب كاب ان تي تيف كي سارة اف او شي فول اف جو اموز. تاني ا دافيد كيم ام بي شرب كاب ان تي تيف كي سارة اف او شي فول اف جو اموز. أضاغيب كيم كمان أضاغيب كيم قولوا مرة تاني كمان أضاغيب كيم تاني أضاغيب كيم قولوا تاني وما تخافوش أضغيب كيم تاني أضغيب كيم. هتلاقي الكلام ملحن يعني ما فيهوش هزات طويلة غير في أجزاء بسيطة كده، فهو طول ما احنا ماشي بندي ايه نغمة كده للجملة يعني. أضغيب كيم بشرب كاب تاني أضغيب كيم بشرب كاب يبقى كيم بشرب كاب أضغيب كيم بشرب كاب تاني أضغيب كيم بشرب كاب انت تيف الهزات على ايه؟ على تيف مش على انتي. خلي بالك في انتي تيف انتي ما عليهاش تيف عليها ثلاثة انتي تيف تاني انتي تيف كمان انتي تيف كيسارة انتي تيف كيسارة سارة صار عليها واحدة وواحدة ورا يبقى كيسارة أضغيب كيم بشرب
كابن تتر كيثارة تاني أضع بيدك من بشرب كابن تتر كيثارة قولوا تاني أضعين كمن بشربين كابن تتر كيثارة يبقى تيف لو هتحسب التيه بتاع التيف هزة معهم هيبقوا ثلاثة لو هتحسب التيه نطق يبقى تي اي اف يبقى التي وبعديها اتنين عشان الناس ما تتلخبطش يبقى اضع عيدك من بشرب كابن تتي كيثار من اول اضافيت كيم خلي تركيزك 100% عشان ده دي المزورة اللي هتتركب عليها كل اللي جاي فلو انت ثبتت دي حطيت اللحن في جيبك بنسبة كبيرة يعني تاني أضافيت كيم أضافيت كيم بشرب كابن تتين كفارة كمل ولا لسه قول مرة كمان أضعين كمن بشرب كابن تتين كفارة نكمل فوق شبول تاني دي ثوابت خلوا بالكم الحاجات دي هتبقى ثابتة كل اللي هيتغير بدل داود حرك الوتر الأول هتبقى حرك الوتر الثاني الثالث الرابع يعني العدد هيتغير والجملة ثابتة نقول تاني فوق شبول فوش وش عليها كم؟ اثنين فوش والاي بتاعت ايفول عليها اثنين برضو فوش ايفول والواو بتاعت ايفول عليها ثلاثة دي حاجات ثابتة هنحفظها مرة واحدة بس الباقي كله زيها فوش ايفول قولوا مرة كمان فوق شبول تاني فوق شبول نجيب من الأول أضعين كمن بشربين كابن تتر كيثارة فوق شبول تاني أضافين كمن بشرب كابن تتر كيثارة فوق شبول نعيد ولا نكمل نعيد مرة كمان نعيد مرة كمان أضعين كمن بشرب كابن تتف كيثارة فوق شبول
وخلي بالك من اللي جاية. افجو تاني، افجو كمان، افجو قولوا تاني، افجو كمان، افجو كان دول اثنين واثنين ينزلوا ديب تحت. افجو خمسة يرجعوا تاني تاني. افنجو وننساش الاثنين دول بتوع جو. افنجو ام والام انا اسف عليهم اثنين برضه، يبقى جو عليهم اثنين وام عليهم اثنين وموس دول عليهم ايه؟ اثنين واثنين ينزلوا وخمسة يرجعوا. ها افنجو ام قول من أول اف او شي فوي. اف او شي فول كان دي نفكركم بيها. اف او شي فول اف جو ام ريح صوتك واسمعني بقى. أضا ميد كيمم بشرب كابن تتف كيثار فوش هول اف جو ام او 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 تاني. الجملة دي هتبقى ثابتة ثابتة قبل كل وتر، بس اللي هيتغير ايه العدد. تاني أضرب كيمم بشرب كابن تتف كيثار إفوش هول إفنجو إمو دكتور جاك من انجلترا. دكتور جاك من انجلترا. اهلا معلمي. اهلا بحضرتك يا معلمي. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا معلمي، فرصه سعيده جدا. شكرا لك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. الله يخليك يا معلمي. ميرسي. دافيد كيمم بشرب كابن تتبت
شكرا يا دكتور، شكرا يا عسل حبيب. واحد اثنين ثلاثة وتخلص جي، يلا جي تاني جي أس أوهي تاني جي أس أوهي كمان جي أس أوهي كمان جي أس أوهي إيراتس إيراتس زي أس أوهي أس أوهي إيراتس إنجي كمان وناخد إنجي معهم كمان يبقى جي أس أوهي إيراتس إنجي تاني جي أس أوهي إيراتسنج تي خلي بالك منها تي كم دول؟ دول هو لو هنحسب تي معاهم هيبقوا أربعة، لو هنحسبهم من غير التي يبقوا تي ووراها ثلاثة تي اي اي تن تي اي هنبدأ كده سوالف برضه كده جي اس او هي اي راتس ان جي تي يبقى قلنا التي عليها كام؟ لو بالتي هيبقى أربعة، بس خلي بالك الأربعة دول مش فلات، يعني كل واحدة ليها صدى بتروح وترجع. بص ان جي تي اي اي يعني خدها كده مخمضها كده وديها وجيبها ان جي تي اي اي تي ان جي تي اي يبقى جي اس او هي اي راتس ان جي تي تاني جي اس او هي اي راتس ان جي تي كمل ورو كمان ورو رو عليها كام تي را 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 1 2 3 4 10 ورو ورو تاني ورو دول أربعة بقى غير أسرع من اللي قبلهم يبقى إن جي تي إي إي ورو تاني إن جي تي إي إي ورو عليها كم؟ عليها أربعة ونزود ثلاثة ونزود ثلاثة ورو أو كمان ورو أو عارفين الثلاثة دول زي جي زي جي يشبه جي بس أعلى شوي ورو أو تاني ورو أو تاني ورو
تيجي نقول من أول جي أس أوي، ريح صوتك واسمع. جي أس أوي إيرات سنجتي أورو أو ساوي نام تاني ساوي نام قولوا مرة كمان تاني ساوي نام تاني ساوي نام كمان ساوي نام تاني سأوي نام قول تاني معايا سأوي نام إمك إبورو إمك إبورو يبقى سأوي نام إمك إبورو قولوا تاني كمان سأوي نام إمك إبورو. طيب تعالوا نجمع بقى ايه الآية دي اللي هو الوتر الأول من أول جي أس أو. ريح صوتك واسمعني برضو. جي أس أو هي إيراتس إن جي تي ورو أو سا أو وي نام يبقى احنا عندنا ايه جزئين. جزء اللي هو هنقول داود حرك الوتر رقم كذا من صلاته صريخا قائلا، دي مقدمة الوتر. والوتر نفسه اللي هو من اول جي كذا كذا اللي هو الآية نفسها بقى اللي هو النبوة او الآية. فدول هيبقى القلبين دول سوابق دايما. الجزء الاولاني هيبقى ثابت ما عدا ايه الرقم بتاع الوتر هيتغير. الجزء الثاني هيبقى النغم ثابت والايه هتتغير. طيب ريح صوتك، واللي عايز يقول معايا يقول من غير المايك يتفتح يعني، اللي عايز يقول معايا يقول واللي عايز يسمع يسمع ويتابع. من اول ادافيد كين أضابيد كيمن بشوربين كابن تتيخ إثارة إفوشي هول إفضو إمو جاس اوهي ارات سنجتي اورو او سا اوهي نام امو كيبو مين يجرب او تجرب تقول حتى لو نص ونص؟ يلا مين هيحاول؟ اللي حب يقول يرفع ايديه. كيفن كيفن اوكي قول يا كيفن. عظيم. أول أضافيد كم يا ديفيد يا كيفن؟ أضافيد كم
بشرب كاب تتف كثارة إغوش إغول إغوغو إموس جاسو هي إراتس جاتي شكرا يا كيفن. استاذ كيفن اول مره تحفظ ولا حافظه قبل كده؟ واحد معيد كليريكي عزيز عليا سلمه لي من 15 سنه بس للاسف ولا عمرنا كان لينا فرصه نقوله، فكاني براجعه من اول وجديد تاني، فاشكرك جدا يا معلمي. اصل ده اداء مميز مش اداء حد اول مره يحفظ. يا معلم كيفن مدرس في الاكاديميه، بيدرس معانا في الاكاديميه. بلاش فضايح. ايوه الاداء بيفرق طبعا. في دياكون يوسف كمان، يلا بركه كبيره دياكون. أدا بيت كامل بشرب كابن تتف إزارة إبغوش إبغو إمو تعيش وتحفظ يا دياكون، صلي لنا كلنا، تصلي بيه كده افتكرنا وصلي لنا صلوات القديسين يا رب. طيب تحبوا نراجع ولا نكمل؟ يعني نكمل معلم، نكمل كمان ربع. يلا طبعا احنا هناخدهم كلهم بس انا يهمني الربع ده كان اصلا يعني. طيب نقول اضافيت كم مره؟ مره واحده ونكمل بقى بقيه الاربع، نحط ده قدامنا عشان هنقيس عليه. اضافيت كم بي شرب كابن تتف كثار افقوش هون افقو امو جئس اوهي ايراد سنجتي اي اورو او سا اوهي نام امو كيب اورو. الوتر الثاني بقى يقول ايه؟ اف كيم اف كيم اي بي ماه اف كيم اي بي ماه اسناف ان كاب. دي اللي تهمنا عشان من اول انتيتيف كسارة كل دي متكرر، يبقى اف كيم وحركة اي بي ماه اسناف ان كاب. الوتر الثاني أفكيم يعني حرك، إيه بما هسنافين كاب
اصناف يعني اثنين، ومه تضيف لها ألف لام تبقى الثاني، تخلي ما عارفش بيسموها ايه في اللغة كده، بدل اثنين تبقى الثاني مه، يبقى مه اصناف الثاني. انكاب الوتر، وحرك الوتر الثاني، ونكمل بقى زي ما احنا ايه انتيتف كيسارة اف او شيرول اف جو اموس. يبقى الجديد علينا ايه افكيم اي بماه اصناف انكاب، الجزء ده يبقى ثابت لاخر الاوتار. افكيم اي بماه اصناف انكاب، افكيم اي بماه تاني، افكيم اي بماه تاني، افكيم ابي ما تاني، افكيم ابي ما اسنافين كابتن، افكيم ابي ما اسنافين كاب، ونكمل انت كيثارة فوشي رور افضو امو امو. يبقى كله ثابت ما عدا اول كلمتين of him every heart is loving cabin tete. ونكمل يلا أقول آخر مرة دي of him every heart is loving cabin tete كيثارة فوش الهور افنقو امو الوطر الثاني بيقول ايه بقى؟ شي طبعا جي سبتة برضو بهزتها، سوتيم تاشيري اسمعي يا ابنتي، صوتيم تاشيري اناف وانظري، ريك بمشر واميلي اذنك ترتقي ودنك، يعني يبقى اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي سمعك او اميلي اذنك، ريك بمشر اريب اوبشن بيلاوس وانسي شعبك، نيم بإي تيرف وكل البيت، انت بتاع بيوت ابيك، اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وكل بيت ابيك. برضو الايه الثانيه بتشير للعذراء مريم، جي سوتيم تاشيري اناف ريك بمشق اريب اوبشن بيلاوس نيم بإي تيرف انت بيوت. تاني يبقى جي سوتيم تاشيري اناف ريك بمشي اريب اوبشن بيلاوس نيم بإي تيرف انت بيوت. نلاحظ ان الايه دي كبيره اكبر من اللي فاتت. طيب هناك بنقول ايه؟ جي برضه هناخد نفس جي بهزاتها، جي سو تم تاشيري تاني، جي سو تم تاشيري تاني، جي سو تم تاشيري عاملة زي ايه؟ جي اس او هي ايرات، نفس النغمة كده نفس الروح، جي سوتم تاشيري تاني، جي سوتم تاشيري
أنا مين فاكر دول؟ إن جيتي اللي هما بيروحوا ييجوا دول، يبقى تي هناك هتبقى على ري ثوابت بقى، احنا شيلنا الكلمات وحطينا كلمات بس، يبقى جي صوت امتاشري آنظ ري تاني جي صوت امتاشري آنظ ري كنا بنقول ايه ورو او أربعة وثلاثة، هنا بقى ايه زيهم برضه بما اش تاني بما اش اللي كنا بنحطهم على اورو هناك هتبقى على بماش دي هنا، كل اللي عملناه غيرنا كلمات بس، يبقى جي صوت امتاشري آنظ ري ما آش آري ابو أبشم بلا أس، عشان الكلمات كتيرة أفضل عالي اللي هناك ساوينام، عشان الكلمات قليلة بلم بسرعة، هنا الكلمات كتيرة قريب وبشم بلا أس نيم بإي كيرفن تبيوت انت بيوت زي امو كيب ورو، يبقى جي صوت امتاشري آنظري بما آش آري ابو أبشم بلا أس نيم بإي كيرفن تبي يو تاني، معلش إذا كنت بجري يعني، بس أنا معتمد إن اللحن بيتسجل وهيبقى متاح بعد كده المراجعة يعني. نقول آخر مرة الوتر التاني وننقل على واحد تالت من أول أفكيم بقى. أفكيم بما إصنع بين كابن تتف كفارة إفقوش بود إفقو إمو جي صوت امتاشري آنظ ري بما آش آري ابو أبشم بلا أس نيم بإي كيرفن تبي يو. التالت بقى بدل هنقول ايه افكيم ايه بماه، بدل اصناف هتبقى شمت اللي هو رقم ثلاثة الوتر التالت، يعني كلمة واحدة بس اللي هتتغير افكيم ايه بماه. انقل كده البرزنتيشن يا استاذ بشوي. استاذ بشوي معايا؟
ايوه معلمي شنط دلوقتي. تمام اتفضل. اوكي يبقى افكيم اي بي ما شومت ان كاب، احنا شيلنا اصناف وبقت شومت بس كده، ونفس النغمه بقى بس هنا شومت عشان صغيره فما هتزق معايا. افكيم اي بي ما هديها راحتها بقى عشان شومت قليله فمش ماليه المكان، فما هتاخد راحتها تزق بقى تاني. اف كيم اي بي ما شومت كابن، ونكمل نقول تاني مع بعض. اف كيم اي بي ما شومت كابن تتر إثارة إلى آخر. نقول آخر مرة ونكمل بقى. أفكيم إبقى شومتين كابن تتر إثارة إفوشيبون go emo go. يلا هتقول لنا ايه يا داود في الوتر الثالث؟ بيقول جي طبعا برضو ثابته اب او او تيرف، جي اب او او تيرف ان تشيري ام بورو ان اي سيفون اس جول خين هانشتاتي انيب النوب. هي كلمات عدت علينا، ان هانشتاتي انيب النوب دي كل ده عد علينا في المقدمة. اقول تاني بقى جي اب او او تيرف ان تشيري، كل مجد ابنة الملك ام بقورو، يبقى ابقوقو المجد تيرف كله ان تشيري بتاع الابنة ام بقورو بتاعة الملك ابنة الملك ان اي سيفون من داخل اس جول مشتملة خنهان اشتاتي بأطراف انيب النوب مزينة بالذهب. كل مجد ابنة الملك من داخل، من داخل مش من بره، يبقى المجد والبهاء والجمال بيبقى من داخل مش من الخارج. يقول الجمال جمال الروح والقلب يعني. يبقى جي اب او او تيرف ان تشيري ام اب اورو ان اي سيفون اس جول خنهان اشتاتي ان يي بنو. جي هتبقى زي ما هي جي ابو او او ترفين تشيري، تاني جي ابو او او ترفين تشيري، كمان جي ابو او او ترفين تشيري ام بقورو، وناخد كلمة كمان ام تاني جي ابو او او ترفين تشيري ام بقورو ان ايه. ايوة الهزات بتاعتنا تاني. يبقى جي ابو او او ترفين تشيري ام بقورن اي سيفون، اللي هم الاربعة وثلاثة سيفون اللي هم كانوا فين هناك بما اش، واللي قبلها كانوا ايه
ورو او هنا هتبقى فين؟ على سيفون سيفون يبقى جي ابو او تير فين تشيري ام بورون سيفون اس قول خن هانشتاتي اس قول خن هانشتاتي سيفون اس قول خن هانشتاتي نو تاني جي ابو او تير فينت شيري ام بورون اي 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 سيفو اونس قول خن هانشتاتي نجيبه هقول آخر مرة الوتر الثالث كله وننقل على الوتر الرابع أف كيم إبي ما شوم تين كابن تيتيف كين خارا إفوشي هو If go emo o o o o o o o o اونس قول خن هانشتاتي يلا ننقل على الوتر الرابع تمام شكرا استاذ بشوي بدل شمت هتبقى اف 2 يبقى افكين اي بي ما F2 اللي هو أربعة وما تخليها رابع أفكيم A B ما F2 إن كاب ونكمل زي ما احنا الجملة هي هي انت تفكي سارة F O شيفول F O إموس يلا برضو F2 كلمة صغيرة هتبقى زي شومت كده ايه ما هتاخد راحتها شوية Of Kim Elima Efton Cabin ولو عايز تقولها برضو Of Kim Elima Efton Cabin دي ودي شغالة يعني الاثنين حلوين وفي مدارس بتقول دي وفي مدارس بتقول يلا اف كيم ايه اف تو ان كابن تتف كي صار اف او شي بول اف او ام او تاني الجزء الأول ده بتاع الأرقام ده إيه شبه اتحفظ يعني بنشيل الرقم ونحط رقم بس يلا هتقول لنا يا داود في الوتر الرابع يقول إيه جي إف إيني خلي بالك من النطق جي إف إي
إيني تاني جي إيف إيه إيني إخون إم بي أورو إن هان بارثينوس هي فاهو إموس. تاني شكرا. في الإنجليش الفرنكو واضح أوي. يبقى جي إف إيني إخون إم بي أورو إن هان بارثينوس هي فاهو إموس. جي دي ثابتة معانا طبعا. جي إف إيني تاني جي إف إيني إخون إم بي. يبقى الهزات دي على بي والهزات التانية اللي هم أربعة وثلاثة اللي هيكملوا على أورو. عارفين زي إيه بالظبط؟ زي الوتر الأول. كانت الهزات على تي ونكمل على أورو، هنا على بي ونكمل على أورو. هنا كان إيه؟ أس أو هي إيرات سين جي تي. هنا إم بي نفس الشبه. يلا جي إف إيني إخون إم بي أورو يبقى البي هتاخد الهزات الأولانية اللي هم أربعة يروحوا ييجوا وأورو تاخد إيه؟ الأربعة وثلاثة أورو إن هان بارثينوس هي فاهو إموس إن هان بارثينوس هي فاهو إموس. يبقى جي إف إيني إخون إم بي إي إي أورو أو إن هان بارثينوس هي فاهو إموس. نقول الوتر الرابع مرة ونكمل. أفكيم إبما إفتو إن كابن تتف كيثار إفو شغور إفغو إمو J F A E N I E H U N E M B I E E O R O O S A E N A H A N B A R T H E N U S H I F A H U الوتر الخامس. تمام. يبقى برضو هنشيل F2 اللي هو أربعة وهنحط ATU ATU ونفس الوزن of Kim Elima ATU N برضو ما هي واخد راحتها عشان اتيو زانتو اف كيم ابي ما اتيون كابن تتف كيثار افو شغول افنغو إمو
سهلة. يلا هيقول لنا في الوتر الخامس ايه بقى؟ جي ونشتي جي ونشتي بي اب تشويس جي ونشتي بي اب تشويس اف اس ما روؤوت اي ما شو اف اس ما روؤوت اي ما شو خينف خينف فاكي ام بن نوتي هيجين بفتو او اف او واب وتاني جي ونشتي بي اب تشويس اف اس ما روؤوت اي ما شو لان الرب عظيم ومبارك جدا او عظيم هو الرب ومبارك جدا خنث فاكي ام بنوتي في مدينه انهنا هجم بفتو اثواب على جبله المقدس برضو نبوه دي بتشاور على عذراء مريم جي هي هي يلا جي ونشتي بي اب تشويس اف اس ما روؤوت كل ده نغمة واحدة جي ونشتي بي اب تشويس اف اس ما روؤوت اف اس ما روؤوت يبقى الايه هتاخد الهزات الاربعه اللي رايحين جايين وما شو هتاخد التكمله اللي هم اربعه وثلاثه ما شو تمام كده بس قول تاني بقى جي ونشتي بيب تشويس اف اس ما روؤوت ما شو ونكمل خينف باقي ام بنوتي هي جنب فطور بص خينف باقي ام بنوتي هي جنب فطور سلم تاني خينف باقي ام بنوتي هي جنب فطور تاني خينف واكي ام بنوتي هجم بفتو ايثو اجمع الوتر على بعضي افكيم ابي با تيتيون كابن تتكي صار فوش بول افنقو امو جي ونشتي بيب تشويسف اسم روت ما شو خنف واكي بنوتي هجم بتو برضو هتبقى ايه سوء بقى بدل اتيو هتبقى سوء اللي هو ستة افكيم ابي ما سوء ان كابن تتف كيف
كفارة فوشيور افجو امو جي هانتن هنت شروم بيف اوش جني انها ات اوه نسك موتي خن او ات او اي تنتي او نو افكيم ابي ما شاش فين كابن تتف كثارة افقوشي رول افقو امو جيبتو ان تقف نوتي بتقو اتكني بتقو اتشيس بتقو اتكني افكيم ابي ما اشمين كابن تتف كثارة افقوش بول افقو امو جي نفسنتي خني طوء اب اب تشويس مين نبيلين افكيم ابي ما ابسيتن كابن تتف كفارة افقوشي غول افقو امو جي عمصا جيف ريتن هانه بي اوي ارطا يوتي باكي انت افنوتي افكيم ابي ما ميتن كابن تتف كثارة افقوشي بول افقو امو جي عائب شويس صوت بين سيو اوناف صوت بموس اومان شوبي ما
الله يا معلمي، ده احنا عايزين 11 و12 و13 كمان، ايه الحلاوه دي؟ تعيش يا استاذ بيشو، بتعلم منك صدق. شاين رومبي، احنا بنشكر كل قلوبنا الاول صاحب النيافه الانبا بولس على تشجيعه ومحبته وتقديمه للكبسوله النهارده ووجوده معانا، بركه كبيره. ونشكر كمان المعلم المحبوب المعلم زاهر على وجوده. الحقيقه المعلم زاهر بس مجرد قلنا له قال قوي قوي انا احب اجي واخد بركه، وهو له دور كبير جدا في الفتره اللي فاتت في نشر الالحان وفي الحفاظ على الالحان وفي تحفيز الالحان. احنا بنشكرك يا معلم جدا جدا جدا، ومن هنا لحد مصر شكر. بالرغم ان كان عنده حصه تانية قبلنا بشوي، يعني كان شغال حصه مع اسكوفيت الشباب قبلنا مباشره. مظبوط مظبوط، جدوله مسحوب لازم محبته. خدنا بركه حبيبي، خدنا بركه صدقني، خدمه جميله، خدمه جميله، يا ريت نقدر نقدم حاجه مفيده. انا بس عايز اقول لكم هتلاقوا فين المحاضره دي، انتوا لو فتحتوا اليوتيوب هتلاقي، لو كتبت هيمز اكاديمي مجرد بس تكتب هيمز اكاديمي هتلاقي القناه بتاعت اليوتيوب الخاصه بالاكاديميه، هي اللوجو بتاعنا صليب كده، هتفتحها هتلاقي ان شاء الله باذن ربنا، بس اول لما هنمنتجها هنحطها. احنا عشان الوقت دلوقتي في جروب بعدنا على طول، انا بس عايز اقول لكم احنا ان شاء الله نتقابل في كبسوله جديده ولحن جديد قريب باذن ربنا. كل فتره هنحاول نعمل وهنعلن. يا ريت يا جماعه اللي بيسجل يسجل ويشيك، ناس كتيره بتعمل تسجيل وبعدين ما بترجعش تشوف الايميل بتاعها، لا لازم ترجع تشوف الايميل. لو الايميل ما وصلش راح للجانك ميل مثلا، فلو سمحت برضو افتح الجانك ميل شيك لحد لما تلاقي الميل بتاعنا اللي فيه البوكلت اللي هيبقى فيه اللحن وهيبقى فيه كمان ريجستريشن انفورميشن او اللينك اللي هتقدر تدخل عليه. انا عشان خاطر الوقت خلص، لكن انا عايز اللي يحب يسال المعلم سؤال سريع جدا جدا سريع 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 يعني، ها يرفع ايده واحنا هنخليه يتكلم مع باذنك يا معلم. بس هم طبعا بيحبوك ونفسهم يتكلموا معاك، بس ناخد بركه تعيش. مين يحب، في حد يحب يسال المعلم زاهر حاجه؟ خالص على الخدمه، بس في حاجه واحده، لو المعلم بيدي الحان الاكاديميه في اونلاين وممكن يبقى في سماح للناس اللي موجودين هنا ياخدوا بركه الاشتراك، دي تبقى بركه كويسه لو في خدمات اونلاين يعني متواصله. معلمي بيسال حضرتك لو انت بتعمل حاجات تانية اونلاين الناس تقدر تحضرها. احنا عاملين كورس التسبيحه للمبتدئين، كورس التسبيحه واحد بيبقى كل يوم حد ويوم اربع على فيسبوك على صفحه اسقفيت الشباب، لجنه الالحان في اسقفيت الشباب. كل يوم حد ويوم اربع من 6-7 بتوقيت القاهره، مش عارف عندكم هتبقى من 12 لواحدة. مظبوط، من 12 لحد 4 على صفحه اسقفيت الشباب على الفيسبوك، على صفحه لجنه الالحان اسقفيت الشباب على الفيسبوك تبقى اونلاين. دي احنا خدنا كورس التسبيحه واحد شغالين فيه وبنكمل فيه، يعني حاليا قربنا نخلص الهوز الاول. تمام. باسون يوسف اتفضل. انا بشكر المعلم جدا على حضوره، وهو باركنا كتير، واحنا انا من المتابعين للالحان بتاعته هو المعلم بولا، دايما كل يوم انا بسمعهم وبتعلم منهم. بقول لكل الناس اللي هم كبار في السن يعني واصغر مني شويه، يعني تحفظ الالحان سهله جدا جدا، بس عايزه مصابره والانسان يكون عنده استعداد وبيحب الألحان ويحس دي حاجة بيسبح بيها ربنا. فنشكر المعلمين الجمال اللي بيعلمونا دايما، وربنا يباركهم على كل تعب بيتعبوه. أنا بس قبل ما نصلي أنا بشكرهم كلهم، بشكر كل الناس اللي كملت لحد آخر الميتنج يعني، ويا رب أكون قدمت حاجة مفيدة. لا انا بحب اشكر المعلم زاهر، وان شاء الله يبقى يعني ينورنا في مرات تانية بعد كده على مستويات تانية. رتبوا في اي وقت تقولوا لي ناخد بركه مره كمان، وربنا يخليك لينا ولكل الكنيسه، وتفضل دايما تعلم وتفضل دايما تنشر الالحان، ودي انا عارف انها دي رسالتك. ربنا دايما يعوضك كل خير على تعب محبتك. نالكم اسبوع سعيد، وتابعونا عشان تعرفوا الكبسوله اللي جايه هتبقى ايه، هتبقى امتى.